سوق السيارات بالعراق من يتحكم فيه؟ والله أهل المعارض، يعني كسيارات ستاندر أهل المعارض. الستاندر أحكي يعني أحكي الأسعار، أحكي ما له علاقة. هسه أنا ذاك اليوم أكو سيارة أنا بعتها بكذا سعر، غير يعرضها باعها فرق عني 50 ورقة. أنا أقصد شنو مثلاً؟ خلي نحكي، ولو أنت ما تحب الكوري بس هو مثال. لا لا عادي مثال عادي، مثال لا لا مهم. أنا ذاك اليوم بعت سيارة كورية، أكو سيارات كورية راقية. الألنترا مثلاً شبيه نزل موديل اللي هو 10 9 11 12 مرغوب، خلينا نقول نزل موديل ورا مرغب بالسوق، انضرب ما يمشي. اكو موديل سموه مقدس واكو هو هسه ذا احكي لك بيه. هسه انت اذا تريد تسب واحد بالشارع شوف لك ابو الانترا 2009 خط ابيض التاير مالته ووصله بازه على الجامع اليسرى تقول له السياره هاي ما حلوه. قول لا والله والله غير ما يروح موك. انت جاي تحكي يقول لك غير مقدسة، دكشن عالي، أربعة ديسك، يحكي لك مواصفات موجودات بالتليفون. والله زين نور، أنا سألتك هسه سؤال ما جاوبتني، هاي من يتحكم بها التفاصيل؟ هاي مقدس، هذه موديل يمشي، هذا ما يمشي. الشارع، الشارع يتحكم بها. لا هذا الشارع بيه محددات، بيه محركات. لا لا أفتهمك، بس هو الشارع هسه أبسط شيء يعني المقدسات تاكسيات، أهل التاكسي اللي يستخدمون السيارة هواية. ها بالضبط، اي يعني الاقتصاديه يعني أيه. العمليه لا هي مو اقتصاديه. زين نور، بس هم حاطين فكره براسهم انه هاي اقتصاديه وما تعطل. هي الشركه تطور من روحها، شركات عملاقه. يعني هسه شركه هونداي من تصدر انتاج احدث معقوله الاقدم افضل منها، خلت تعزل الشركه.